صاحبي وبتكسر يا شيخ. يا ابني يا درغام، كتير الأسئلة اللي بيسألها الإنسان لحاله وما بيلاقي لها جواب، مع مرور الزمن بحس على أنه في شيء أهم من الجواب نفسه. بس أحيانا الإنسان يا شيخ بيقضي عمره مشان يلاقي جواب على أسئلته لحتى يقدر يستمر وما يغلط كتير. أنت هلأ مخك مشغول بصافي وخيانته والأهم نسيته. قصدك الفرنساوي؟ الفرنساوي والظلم والقهر. صافي خانك، حسد وطمع وبجوز خوف، هدول إلهم دواء. انت يا ابني يا درغام ضميرك حي، واللي ضميره حي لا بياخده طمع ولا خوف ولا بيعشعش فيه حسد. أنا خايف هاي التجربة تخليني ما أثق بحدا. الغلط مو عيب يا ابني يا درغام. الناس حطوا ثقتهم فيك وانت طالعتهم على الجبل، مو انت يلي بتخلى عن الناس وبتخلى عن مسؤولياته. أنا قضيت عمري يا شيخ بشير لحالي وحيد. بعد ما توفت المرحومة أمي حسيت حوالي بالفراغ. كنت ماشي بالدنيا لحالي، أحلامي لحالي، فرحي لحالي وحزني لحالي. بس بعدين اكتشفت أني أنا مسؤول عن حياة ناس تانيين. وهي شغلة صعبة كتير يا شيخ بشير، صعبة كتير. بس هدول الناس أنت اللي غيرت لهم حياتهم يا درغام. الأغى بنفسها؟ شو جايبينك لهون ليحبسوكي معي؟ أنا صار لي محبوسة من زمان، بس هلأ جاي أخطبك لجوزي سليم. أنا بموت ولا بتجوزه. بعرف وهذا هو قصدي، بس هو ما بتفرق معه إن متت أنا ولا متي أنت. يعني شو بدك اياني ساوي؟ وافقي يا بنتي، انتي ما بتعرفي لسليم برقبته مروح وحدة ولا تنتين، ما بيرضى حدا يقله لا. شوفي شوفي شو صار فيه. بدك اياني صير مثلك؟ يا بنتي يا بنتي، هلأ هو ختيار ورابح بكرة بيتجوز، وقد ما عاش الآغا ما رح يعيش كتير. انتي لساتك صبية. سامح انت شو عم تحكي؟ اتجوزي يا شفيقة، اتجوزي من صير تنتين، وساعتها يمكن نقدر نوقف بوجهه. معقول؟ والله شيء بيجنن. C'est tout à fait comme je l'avais imaginé, madame. Tout le monde va vous envier votre goût. La vie aura plus de saveur maintenant. Il ne reste plus qu'à attendre les clients. Mais avant tout, les officiers, bien sûr. Vous savez que les jeunes officiers ont quelques exigences. Tout peut s'arranger. والحفلات ما راح تخلصون.
يا ستي أنا أول واحد بدي أحجز وأعمل حفلة ويمكن عرس كمان. عرس رابح؟ رابح؟ شو دخل رابح؟ ليش مو عرس إلي مثلا؟ خلاص عملكم طمنوا، شافوها مرة من جنب أبو يوسف. معناه شفيقة ما راحت معها. بجوز ما شافوا شفيقة، بس فوزية ما راح تروح لحالها. أكيد راح تدور على ضرغام مثل هديك المرة. مدام راحت تدور على ضرغام لا تهك لي هم، لأنه ضرغام بيستاهل إن الواحد يدور عليه. أنا يا أبو نايف كنت بتمنى يجي يطلبه ويتجوزها مثل كل العالم ما بتتجوز. يعني كتير ضروري توقف حرس اليوم؟ ما كان رفقاتك قالوا لك بوقفوا بدالك؟ ما بصير يا فوزية ما بصير، يعني لو كان ضرغام محلي ما كان رد يوقف حدا محله حرس. اي بس لو كانت شفيقة جنبه كان اكيد رضي. ليش انتي قليلة عندي؟ شوفي من اجا. يا شباب رجع ضرغام. عرفتني قبل ما يجي حدا. يلا بسرعة. Thank you.
يا شباب قبل ما امشي بدي لكم كلمتين. تذكروا وانتوا عم تصدوهن وتردوا عليهن انه قضيتكن عادلة وصورتكن شريفة. طلع خاين، الشجرة بتهر السمار العاطلة منها، وسخ الأرض. قلوبنا وأرواحنا معكن. يلا خاطركم. الله معك يا شيخ. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شباب صافي بيعرف كل تحصيناتنا، مشان هيك لازم نغير مواقع الحراسة ونحمي الممرات منيح. أكيد رسم لهم خريطة، لو عنا ألغام كنا زرعناها. المهم هن مصفحاتهم ما رح يقدروا يطلعوا لهون، والرجال متمركز أقوى من 10 مهاجمين. رح نقول حراسة يا أخي درغام. لازم نضل مفتحين. كيفك يا فوزية؟ إن شاء الله مبسوطة. الحمد لله، المهم إني لقيتكم. شفيقة ليش ما إجيت معك؟ ما بعرف، مع إنه كان في موعد بيناتنا، بس ما بعرف ليش ما إجيت. درغام، أنا خايفة يكون صار لشي. تصبح على خير. وإنت بخير. الرجال فرحوا كتير برجعة درغام. طبعا بدهم يفرحوا. انت ما بتعرفي شو يعني درغام بالنسبة لنا. لا بعرف، بعرف كمان شو انت بالنسبة لي. بكفي انك قطعتي كل هالمسافة وخاطرتي بحياتك مشان تجي وتشوفيني. حياتي، حياتي كلها ما لها طعمة اذا انت بعيد عني. فوزية انا لازم اعتذر منك. تعتذر؟ أنا غلطت بحقك. لا أنت ما غلطت. يعني الطريقة اللي تركتك فيها بعد العرس، رحت هيك من غير ما ودعك أو حتى. ليش أنت شو عملت؟ أصلاً أنت لو ما لحقته لدرغام كنت أنا رح أقلك أنه لازم تلحقه. ما بتعرفي قديش عم تكبري بقلبي لما بتحكي هالحكي. أبي بزمانه قال لي أنه في شغلات بالدنيا تجي أهم من شغلات تانية. يعني يمكن في شيء أهم من أنه نحن نكون تحت سقف واحد، وانت تكون الأب وأنا أكون الأم، وانت تروح تشتغل وأنا ربي الأولاد. يمكن في شيء أهم من هيك. معك حق، بس لازم تعرفي أنه أنت أهم شيء بحياتي كلها. يمكن لو كنا عايشين ببيتنا مع بعض بهالظروف كنا رح نحس أنه في شيء ناقص. فشو توا شو في حدا؟ شو ما في حدا جوا؟ الأوضة هذه ما فيها، كان مع الأوضة الثانية ما فيها. روحوا لنخبر الأغا. بعد ما هربنا أنا وبرهوم من عند سليم أغا فكرت إني روح على البيت وأتخبى، بس بعدين قلت أكيد رجاله رح يجوا يدوروا علي هنيك. قلت له لبرهوم تعا خبيني هون، روح نادي على أمي وجيبها لعندي. بس اللي ما عم بعرفه يا أمي، شلون عرف برهوم إني أنا هنيك؟ يا أمي برهوم ولد مبروك، وهدول مبروكين بيحسوا بيعرفوا كل شيء. المهم هلأ شو بدنا نساوي؟ ما بعرف يا أمي، بس أكيد سليم أغا ما رح يتركني بحالي. شفيقة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أبو جميل. فهمت من برهوم كل شيء. اسمعي بنتي، ما لازم تروحي على البيت، رجال سليم أغا أكيد عم يدوروا عليكي، خليكن هون على الليل وبعدين رجعوا على البيت. برهوم ما بتضل بالبرد نهائيا، طلع تخبى بأي محل. ما
كمش وصافي. لوين رايحين؟ ما بعرف بس انا لازم ارجع على البلد. Je voudrais savoir Mathilde si le capitaine de Caillé va pouvoir arrêter votre ami le potier. Vous me demandez mon avis, mon commandant? Je crois oui, de Caillé peut l'arrêter. Nous allons célébrer cela et préparer une grande fête avec beaucoup de champagne. Nous boirons à la purification et au développement de la région. ما في غيرك يا نايف يصل قبل الفرنسيين ويخبر الجماعة. بتعرف أبو بسطة مو موجود وأبو مخول مريض وتعبان ولازم نخبرهم. خلاص أنا بخبرهم دكتور طمن. على القليل رح أقدر أحمل السلاح معهم ولو لمرة واحدة. بالتوفيق. رجال سليم آغا عم يدوروا عليك بكل البلد. أنا رأيي إنك تضل هون، هون ما حدا بيقدر يأذيك بالمرة. من هون حتى تروق القصة. ليك رح أجيب لك هلا أكل. رز ودجاج ومرقة واللي بدك إياه. ها؟ ما تخاف بس أنا أقول لك تطلع بتطلع. أيم. ها؟ أيم. مرحوم مدام وين حتى سريعة؟ حتى مو حاضر. مدام بدي أطلب منك طلب. خير ما بتقدر تشتغل بدون ما تحكي؟ يعني هي فرصة أني أنا وياكي لحالنا. قصام لا تعصبني. لا لا مو هيك قصدي أنا. قصدي صار لهم زمان ما دفعوا لي. وعلى شو بدهم يدفعوا لك قصام افندي؟ مو انا مخبر سري؟ مخبر سري وقاعد بوجه ليل مع نهار؟ ما عاد حدا سلم عليك بالضيعه، بعدين انت صرت مفضوح، روح على شغلك. طيب اسمعي هالخبريه لتعرفي فعلا اني انا مخبر سري. هات لشوف. اولا عبد الباسط اغا بده يطير سليم اغا ليقعد بمحله. هاي منعرفها. اذا طلعتي بتعرفي الاولى خدي الخبريه الثانيه اللي ما بتعرفيها. فوزية راحت لعند جوزة على الجبل. فوزية؟ طيب روح عشانك انت. حاضر مدام. بس الله يخليكي يا ريت تذكريهم انه يدفعوا لي. We'll be right back.
مرحبا بنايف. نعم. شو بدك؟ وينه نايف؟ شو بدك منه؟ صار له يومين غايب عن السرايا، وينه؟ ما بعرف. مرحبا ابو نايف. اهلين عبد الرؤوف افندي. شو كان عم يسوي عندك العريف؟ عم يسال عن نايف. شو بده منه؟ ما بعرف شو بده. بتعرف والله قلبي عم يغلي على نايف انا، وما بتعرف وين راح؟ والله ما بعرف. بس بجوز راح يدور على فوزية. Je n'échangerai ce calme contre rien au monde, même pas la capitale. Le Seyyed le commandant a dit qu'il ne va pas s'éteindre la ville avec ce calme. Mais Paris est le meilleur. Ici, les Nessouan sont à leur place dans le Mais Paris est mieux. Les femmes là-bas valent plus que tout. Madame Mathilde a pensé à tout, même à cela. À propos, est-ce que vous viendrez à l'ouverture ce soir? A dit le Seyyed le commandant. إنه مدام ماتيلد فكرت حتى بهذا الأمر. راح تحضر افتتاح الأوتيل الليلة؟ طبعاً. مو بس هيك، بدي أحجز غرفة لأخلص من البيت ووجع الرأس بالبيت. بيان سور، il va même louer une chambre à l'hôtel, loin de la maison et des problèmes. إذا دليتك على محل معبأ أثرات شو بتعطيني؟ أعطيك أعطيك أنت بيحب فرنقاف؟ لا 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 لا، هاي الموسيقى ما موسيقى، هاي ما بطيئة. بيحب ياخد بدي نادور مسيوريني. نادور ممكن، أنا بيعطيك نادور، أنت بيعطيني أثار ما هو غيرشي كمان. مثل شو مسيوريني؟ بيعرف من بابا شو بده مدام ماتيلد. ليش ما تسأل أنت؟ مدام ماتيلد نس عربي نس أوروبي،
أنا بعرف نص أوروبي، بريد إنه أنت تعرف نص عربي. طيب شو اللي بتريد تعرفه بالضبط؟ بريد أعرف وين أراضي أبو ماتيلد. هاي سهلة كتير، بسألك الأغ عليها. يرضى عليك هذا الفرد اللي بيدك، هاتو هاتو. ما بقدر، لازمني. ليش لازمك؟ في حساب بيني وبين واحد ولازم صفيه. منو هذا يا صالح؟ في واحد وما لازم حدا يتدخل بيناتنا. لك شلون ما حدا دخله؟ يعني بركي قتلت لك شي واحد ابن حلال؟ لا تخاف، يلي رح اقتله واحد ابن حرام. صالح، هيك شغلات انت لساتك صغير عليها. هذا الفرد خلصني. لا لك هاتو، صالح صالح. حاسه هلا ما تروح تنام؟ العريف هون؟ لا مو هون. اشتقت للفلاح؟ لا ما اشتقت، بس عاوزه بشغله ضروريه. قلت لك مو هون، يلا روح نام. Thank you.
معقول تتركنا هيك؟ أنا آسف كثير مدام، بس ما بقدر على السهر. طب على اللي تاكل جاتو؟ الحلو ما بيوتيني. مثل ما بتريد. تصبح على خير. مع السلامة. Votre attention, s'il vous plaît. Cet hôtel est le noyau d'une série de projets importants qui feront de cette région l'égal des Alpes et de la Suisse. سيداتي سادتي، هذا الأوتيل رح يكون واحد من عدة مشاريع رح تجعل المنطقة مثل جبال الألب في سويسرا. شفيقة اسحكم تروحوا على البيت. ها ليش شوفي؟ رجال سليم أغا بيحوموا حوالين البيت. شفيقة بروح لعند أم محمود ولبكرة الصبح الله بيفرجها. ماشي أنا رايح على البيت. فضيت البلد بروحة فوزية. لو كنت عارفة أنت رايحة عند عبد الغني ما كنت خليتها. صرت عيد لك هالكلام 100 مرة. البنت راحت لعند جوزها وقت اللي تجوزته ما كان مشليح. عبد الغني مو مشليح. بعدين مو انت اللي بتقول هالحكي عن السوار يا ابو نايف. هلا اذا صلى شو بتقول؟ شو بدي اقول؟ الواحد بيكون ماشي بيقع على راسه حجر. هي هي راحت وهي اخوها وين اختفى؟ خالي نايف راح بشغل، بعته عبد الرؤوف افندي. اخ يا ابو نايف هالولاد قامطني قلبي عليهم، يعني اذا صلوا شيء بزت حالي في البير. وحدي الله يا مرا. شفيقة شفيقة وين كنتي؟ فوتوا لجوا بعدين نحكي. وهلا شو رح تساوي؟ ما بعرف يا أم محمود ما بعرف. الرجال سليم الندل واقفين قدام البيت وخايفين إذا رجعنا يتبلونا. أهم شي هلا إنه تضلوا الليلة عندي وبكرة من الصبح بنروح لعند شوكت ونحكي له كل شي. شوكت ما رح يطلع بإيده يساوي شي. بنجرب يا شفيقة بنجرب. المهم تضلوا الليلة عندي. شو عم تحكي يا أم محمود؟ وبيتنا نتركه لسليم ورجاله.
خلص انا من بكره الصبح راجع على بيتي واللي بده يصير يصير. انت جنيتي؟ لا ما جنيتي امي، بس ماني مستعده اقضي عمري هرباني من سليم، وماني مستعده اتخلى عن بيتي ولو على قطع راسي. انا مضطر اني امشي، فبعتذر جدا، اتمنى لك التوفيق. شكرا. باي. مع السلامه. البيت يا عشان. شفية رجال سليم آغا جايين لهون، نحن لازم نهرب. لا تخافي يا أمي، لا تخافي، ما رح يصير أكتر من اللي صار. يا أمي هذا بيتي اللي ولدت فيه وربيت فيه، ولا سليم آغا ولا رجاله رح يخلوني أترك البيت وأمشي. مرحبا بسليم. يا هلا بمخول. أهلا وسهلا. تعرف من ساعة ما غيروا القهوة وما عم بعرف صحة البلد. بس الحكي بيناتنا، الساحة صارت هيك أحلى. مرحبا يا شباب. أهلا أهلا شوكت بيك. أهلا وسهلا شوكت بيك. يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل لو ما في شيء من مقامك. الحقيقة جيت أشرب الشاي عندكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا شوكت بيك. حاكم الخانم عملتنا مسخرة بقهوتنا. كيفك يا ابو مخول؟ الحمد لله. شو يا ما عدنا شفناك عم تبيع حطب ولا شاي لضراف المي. لا تواخذني شوكت بيك، من يوم قطع الغابه وصار عند الناس عادي، مين ما لزمه بيحمل هالفاس وبينزل بيقطع شجره وبيجر على هالبيت. اسمعوا يا جماعه، الحقيقه انا ما جيت اشرب الشاي بس، لا يا ابو سالم مثل ما بيقول المثل، يا رايح كتر الملايح. خير ان شاء الله. بدي منك هالدرك اللي مثل الخواريف تحلق لهم كل اسبوعين مره، واجرتك علينا. الله يعمر بيتك يا شوكت بيك. الله وكيلك، رايحين جايين على قص شعر وحلاق الدقن وتظبيط شوارب وكله ببلاش. الله يعطيك العافيه يا ابو سالم. ما بيقولوها. وانت يا ابو مخول. نعم. بدي عينك حارس على الغابه. دركي يعني؟ دركي على حرامية الحطب والخشب، بس مالك علاقة بشغل الدرك الثاني. إذا هيك ما عندي مانع. لحق سليم ينضرب حتى هرب الخواجه. يلا خاطركم. ما تنسى يا ابو سالم، خميس ايه خميس لا تمر لعندي على المخفر. على عيني. وانت كمان يا ابو مخول مر علي. حاضر. خاطركم. مع السلامه.
اسمعوا يا رجال، نحن تركنا بيوتنا واهالينا مشان هاللحظة، لازم نورجيهم مين نحن وشو يعني كرامتنا. رجال الثورة شعلوها نار بكل سوريا، نحن كمان رح نشعلها نار. اليوم يومنا يا رجال. كسروا مجموعته بيحموا ممر القلعة الأمامي، ابن معروف ورجاله بيحموا الممر اليساري، وبقية رجال منتوزع على يمين القلعة. يا رب الله.